بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة أقسام السلام التي يجب مراعاتها عند القائمين بالحركة السلام بين أعضاء الحركة، يعني أن الأعضاء يجب أن يكونوا على وفاق تام، لا أن يكونوا على خلاف أو منازعة أو ما أشبه، لأنه كثيرا ما يقع بين الأعضاء التنافس والتناحر والاختلاف وازدراء الكبار بالصغار، والصغار ينظرون إلى الكبار بنظر الإشمئزاز وبنظر أنهم مستغلون لهم. ولهذا السبب فالواجب أن يكون الأصدقاء في الحركة على وئام تام وعلى تفاهم وأتلاف. والمشكلة لها أساسان: الأساس الأول أن بعضا يريد استغلال بعض، والأساس الثاني للمشكلة هو أن الكبار ينظرون إلى الصغار بالذراء، والصغار ينظرون إلى الكبار بنظر أنهم مستغلون ومستثمرون ووصوليون وانتهازيون. والإسلام قد حل المشكلتين. أما بالنسبة إلى مشكلة الاستغلال، فالواجب أن يكون الأمر شورى لأكثرية الآراء، لكل فرد مهما عظم قدره رأي، ولكل فرد مهما حقر قدره رأي، وبهذا يتمكن القائمون من أن لا يكون هناك استغلال ينتهي إلى انفصام الحركة وتبددها. أما إنسان يقول إني أكثر فهما فلي حق القرار، أو إني أنفذ بالنسبة إلى النظرة المستقبلية فلي حق أخذ القرار في الموضوع، فهذا هو الاستغلال بعينه. هذا بالنسبة إلى حل المشكلة الأولى بسبب الشورى. أما المشكلة الثانية وهو يجب أن لا يزدري إنسان بإنسان، وأن لا ينظر إنسان إلى آخر بنظر أنه يريد الاستغلال. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالإنسان يجب أن لا يظن بأخيه سوءا. والإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: ضع أمر أخيك على أحسنه. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم. يعني أنه لا ترتب الأثر على كلام أولئك الوشاة إذا لم يكن هناك ميزان الشهادة الشرعية.
وإنما اقبل قوله، وذلك لأن تصف النفوس بعضها عن بعض، ولا تكون النفوس بعضها ضد بعض، وبهذه المناسبة يتمكنون من القيام بالحركة خير قيام. وقد دخل أحد الأئمة الطاهرين عليه الصلاة والسلام على أحد الخلفاء في حالة اضطرارية، فقال له الخليفة: يا ابن رسول الله أذني. فقال له الإمام عليه الصلاة والسلام: المسلمون إما أكثر منك سنا فاجعلهم بمنزلة أبيك، وإما أصغر منك سنا فاجعلهم بمنزلة ابنك، وإما يساوون معك في العمر فاجعلهم بمنزلة أخيك، فبر أباك وواسي أخاك وارحم أبناك حتى تعيش بسلام. هذا مضمون الحديث بطبيعة الحال، حتى يكون الإنسان ينظر إلى الجميع بنظر الرأفة والرحمة وبنظر العطف والإشفاق وبنظر جمع الكلمة ولم الشعف، وإلا لا يتمكن الإنسان مهما كان قويا أن يتقدم. وهذه هي الأسس التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدولة الإسلامية، وبنى الأئمة الطاهرون على مثل ذلك نفوس المؤمنين. وفي حديث أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جاء إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فقال لبعض أصحابه: اذهب حوالي هذه الأماكن وادعو من رأيت، يعني من الشيعة طبيعيا، إلى زيارة الإمام. هذا العام من الشيعة، لأن المسلمين كلهم يعتقدون بالإمام الحسين كصدق رسول الله وكرجل شريف مجاهد كبير. الرجل الرسول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ذهب ثم رجع بدون أن يستصحب إنسانا. قال له الإمام: لماذا رجعت ولم تستصحب إنسانا؟ قال: يا ابن رسول الله، لأني رأيتهم دون هذا المستوى، يعني أنهم جاهلون وما أشبه. قال له الإمام: بالمثل ما أنت ترى هؤلاء نحن نراكم، يعني أنه إذا كانت المراكب تلاحظ فكما أن بينك وبينهم بون ومسافة، كذلك بينك وبيني، فكما أنه يعني لا يحق للأرفع أن يطرد الأوسط، كذلك لا حق للأوسط أن يطرد الأرفع، أن يطرد الأصغر. وهكذا القائمون بالحركة يجب أن يكون بينهم دعام وسلام، لا شطارة واستغلال واستثمار وازدراء واحتقار وما أشبه. إن الحركة لا تتمكن أن تهدي الناس إلى صراط مستقيم ما لم تسر هي في الصراط المستقيم. وفي الحكمة قاعدة معروفة: فاقد الشيء لا يعطيه. إنك إذا لم تملك علما فهل تتمكن أن تعطي العلم؟ وإنك إذا لم تملك دينارا فهل تتمكن أن تعطي الدينار؟
وكذلك انك اذا لم تملك مقومات الحركه من الانصاف والعداله وحب الانسان والتواضع وعدم الغرور والنظر الى الناس بالعطف والشفقه والانسانيه والعشوه، فهل يتمكن الانسان الفاقد لهذه الامور ان يعطي هذه الامور ويقيم حركة إسلامية عالمية؟ هذا ما لا يمكن. ولذا فمن الضروري أن القائمين بالحركة ينظرون إلى أنفسهم بنظر تساو وأخوة وعدالة وتقدم وما أشبه، حتى يتمكنوا من التقدم بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلا الناس يقولون إذا كان في حركتهم خير كانوا هم يلتزمون بالحركة وبنود الإسلام. لا نقول الالتزام اللفظي في الجرائد والمجلات والخطابة والكتاب والكتب والمؤلفات، وإنما نقول التزاما عمليا تظهر آثاره في اللسان، في العين، في اليد، في المشي، في السيرة، في الحركة، في الفكر، في كل الجوانب. أما أن يطرد بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا ويناوع بعضهم بعضا، وهذا هو الشيء الذي يؤخر الحركة. والنتيجة أنها تفشل، وقد فشلت قبل هذا اليوم كثير من الحركات الإسلامية في مصر، في سوريا، في ليبيا، في السودان، في الأردن، في السعودية، في العراق، في باكستان، في الهند، في أفغان وفي غيرها. إن هذه يجب أن تكون لنا عبرة حتى نعمل بما يقوم الحركة وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى مقدمة لدولة إسلامية عالمية ذات 500,000 مسلم، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله أن يوفقنا لذلك ويوفق القائمين بالحركة الإسلامية العالمية بتطبيق الإسلام في أنفسهم أولا، وثم الشروع في إقامة الدولة الإسلامية ذات 500,000 مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.